شركات الألعاب تجي بأحجام مختلفة، بعضها يجيك الضخم وتحتها عدة فرق مختلفة مثل Activision و EA اللي يملكون فرق حول العالم، بينما في شركة نادر ما تحصل شعارها على أغلفة الألعاب، بس غالبا كلنا على الأقل جربنا لعبة واحدة منهم أو عدة ألعاب، وهذه الشركة هي Take Two. هذه الشركة تم تأسيسها من رايان براينت، وأسسها عن طريق دعم أهله ومستثمرين اللي عطوه 1.5 مليون دولار حتى يفتح فيها الشركة. وأول لعبة لهذه الشركة كانت ستار كروسيدر، اللي كانت لعبة قتال طيران في الفضاء، لكنها ما أدت في السوق أداء ممتاز. بعدها الفريق نزل كم لعبة تستعمل نظام الفول موشن بيكتشر اللي خليك تتحكم بفيديو تفاعلي، واللي ساعد في نجاح هذه الألعاب وأنهم جابوا ممثلين معروفين صاحبها قصص مثيرة. وبعد 3 سنوات من تأسيس تيك تو أصبح عند الشركة 10 مليون دولار، ومن هنا شروا استوديو اسمه ميشن ستوديوز ونشروا لعبتهم جيت فايتر 3. وراين قدر يجمع فلوس عن طريق انه طرح الشركة في سوق التداولات، ومن هنا بدأت استثماراتهم في استوديوات أكثر وأكثر. وفي أواخر الثمانينات وبداية التسعينات مطورين الألعاب في السابق كانوا يجون من نطاقات مختلفة، لكن هل تدري بأن مؤسسين فريق روكستار كانوا يشتغلون لشركة كانت منتجة للموسيقى؟ هذه الشركة كان لها اسمين مختلفين قبل ما تصير روكستار، وهذا غير أن الأخوان هاوزر المعروفين في إشهار سلسلة GTA ما كان لهم علاقة في تأسيسها. الاسم الأول للشركة كان أكمي سوفتوير، وهذا الكلام في 1984، وكانت تتكون من مطورين اسكتلنديين، وهم ستيف هاموند، راسل كي، ديفيد جونز، ومايك ديلي، اللي كان عندهم خبرة في التطوير على جهاز الأميغا وجهاز الكامودور 64، وطوروا عليها ألعاب مختلفة منها فريك أوت وزون تروبر. وبعدها بسنة تغير اسم الشركة للاسم الثاني DMA Designs، وأصدروا عدة ألعاب بهذا الاسم، لكن اللعبة الأشهر كانت Lemmings اللي باعت أكثر من 15 مليون نسخة ونزلوا لها 5 أجزاء. في 1995 بدأ الفريق في تطوير لعبة Race and Chase، كان الفريق متأزم في تطويرها إلى ما جاهم المنتج جاري بين اللي حل معظم الصعاب. وبعد فترة غيروا اسم اللعبة إلى Grand Theft Auto، وصدرت على أجهزة الويندوز في 1997، وكانت لعبة GTA من نشر شركة BMG Interactive. شركة BMG Interactive كان فيها شخصين اسمهم سام ودان هاوزر، وهذول الأخوان كانوا تابعين لشركة الموسيقى اسمها BMG، وهم المسؤولين في إنتاج الموسيقى، لكن بنفس الوقت عندهم قسم حق الألعاب اللي تم إنشاءه من دان هاوزر وكان اسمه BMG Interactive. ومع النجاح الضخم للعبة GTA، شركة نشر مختلفة اسمها Gremlin Interactive شرت مطور GTA اللي اسمهم DMA بحدود 4.2 مليون باوند. وهنا بندخل في مواضيع حوسة وشركة تشتري شركة، فركزوا معي حبتين. بعد GTA فريق DMA عمل على كم لعبة، وبعد هذه بفترة جت شركة اسمها Infogrames شرت الشركة الناشرة Gremlin Interactive اللي تملك DMA بحدود 24 مليون باوند. ومن هنا الشركة الناشرة Take Two شرت الشركة الناشرة BMG Interactive اللي يشتغلون فيها سام ودان هاوزر، وهم كانوا يملكون حقوق نشر GTA، وتم تغيير اسمهم من BMG Interactive إلى Rockstar. وبعدها شركة تيك تو شرت فريق DMA اللي هم مطورين لعبة GTA بمبلغ 11 مليون دولار. وطبعا فريق DMA استمر في تطوير الألعاب GTA، وكانوا وقتها يعملون على لعبة GTA 3D اللي بعدها غيروها إلى GTA 3. ومع صدور اللعبة تم تغيير اسم فريق DMA إلى Rockstar North، وعدد موظفينهم كان 25 موظف. الكثير يعتقد أن الأخوان هاوزر هم اللي صنعوا الفكرة في البداية، لكن في الواقع هم كانوا فقط عبارة عن أشخاص شغالين في الشركة الناشرة، وفي البداية ما كان لهم أي علاقة في تطوير GTA. والأفكار حقت الأخوان هاوزر جت مع الجزء الثالث اللي هم دفعوا فلوس وحطوا فيها طابع أفلام العصابات، وطبعا هذا ساعد في تشهير السلسلة وخلاها معروفة أكثر بسبب وجود قصص بطابع سينمائي. طبعا من بعد لمستهم هذه السلسلة انفجرت واشتهرت بشكل كبير، وصار كل جزء يغطي فترة زمنية في أمريكا، من مشاكل العصابات في ميامي في الثمانينات إلى مشاكل العصابات وعنصرية الشرطة في التسعينات في مدينة لوس أنجلس، وكل جزء أعطى إحساس قصصي مختلف، ومع كل جزء اضطر فريق روكستار يتوسع أكثر وأكثر، لدرجة الآن صار فيه 9 فرق روكستار حول العالم، في روكستار نورث، روكستار الهند،
روكستار ليدز والقائمة كبيرة، وهذه الفرق المختلفة كانت أول تعمل على مشاريع مختلفة. لكن في الفترة الأخيرة أحجام الألعاب تضاعفت وصاروا كلهم يعملون على مشروع واحد، وأكبر مثال هي لعبة Red Dead Redemption 2. مثل ما شفتوا فريق روكستار بدأ بداية صغيرة وباسم مختلف، وهذا غير أنهم يعتبرون جزء من أجزاء شركة تيك تو الضخمة، لأن تيك تو تملك دارين نشر ثانيين وهم 2K و Private Division. الناشر 2K تحتها عدة فرق تطوير، وبعضهم يشتغلون على ألعاب كرة السلة مثل Visual Concepts. برضو عندنا هانجر 13 اللي أنعشوا سلسلة مافيا في الفترة الأخيرة، وفريق Cloud Chamber اللي كشفت 2K بأنهم يطورون جزء جديد من بايوشوك، بالإضافة إلى فريق جديد تم تأسيسه من سنتين اسمهم 31st Union، ويشتغلون في هذا الفريق عدد من موظفين استوديو سلج هامر المعروفين بتطوير ألعاب Call of Duty وشريحة من المطورين اللي عملوا على Dead Space. وطبعا ما ننسى فريق Fair Access العريق بألعابهم مثل Sid Meier's و XCOM. غير هذه الفرق الرئيسية عندهم فريقين 2K Chengdu في الصين اللي ساعد باقي فرق 2K بالتطوير، وآخر فريق يعمل بشكل حصري على تطوير عناوين 2K للأجهزة الذكية وهم Cat Daddy Games. نجي الآن لأحدث دار نشر من Take Two وهم Private Division، وهو دار نشر بدأه مايكل وورسز مع تيك تو. وفكرة فريق النشر هذا هو أنهم بيساعدون ويدعمون فرق مستقلة حول العالم ماديا ويساعدونهم في أمور نشرها، بينما فريق التطوير المستقل يركز على تطوير اللعبة. برايفت ديفيجن ساعدوا في نشر العديد من الألعاب اللي لاقت نجاح كبير مثل أوتر ووردز من فريق أوبسيدين الموهوب، وأيضا نشروا آخر لعبة من صانع سلسلة أساسنز كريد وهي أنسيسترز The Humankind Odyssey. وفي الفترة الأخيرة أسسوا فريق تطوير جديد يدعى Intercept Games حتى يطورون الجزء الثاني من Kerbal Space Program، وبنفس الوقت وقعوا صفقات نشر مع ثلاث فرق مستقلة أحدهم هم مطورين لعبة أوري. غير ثلاث دور النشر اللي تملك لها فرق تطوير تابعة لها، في استوديو تطوير واحد يتبع مباشرة إلى تيك تو وهم Ghost Story Games بقيادة المطور العريق كين لافين. طبعا كين معروف بصنع سلسلة بايوشوك وحاليا جالس يعمل على عنوان جديد. شركة تيك تو تعتبر من أضخم شركات الألعاب وتقدم العديد من العناوين اللي وضعت بصمتها على صناعة الألعاب، والمثير في الشركة بأنها ما تحصر نفسها في صنع ألعاب من نظام واحد، فهي متفرعة في كل أنواع الألعاب. وفي الوضع الحالي أوضاع الشركة مرة ممتازة، وخلال هذه السنة صندوق الاستثمارات العامة يستثمر بحدود 826 مليون دولار في تيك تو، فنحن متشوقين لرؤية مردود هذا الاستثمار الهائل على الشركة ودعمها لمنطقتنا. نتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو، ويعطيكم العافية على المتابعة. مع السلامة.